ما حكم الاتصال بالساحر لغرض مناصحته؟ وهل يعد هذا من الاتيان المنهي عنه؟ إذا كان عندك علم، إذا كان عندك علم بمناصحته فاتصل عليه، وإن كان ما عندك علم أخاه يجذبك معه، أخذك معه، فما تتصل عليه إلا إذا كان عندك علم لأجل أن ترد عليه وترد على شبهه، ولا يمكن يأثر عليك. نعم.